بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. على قدر الحدث على قدر الاستعداد. يعني لو الواحد قدامه مسؤولية كبيرة أو مهمة صعبة أو شغلانة محتاجة وقت وفكر ومجهود، لازم يستعد لها صح. ده حتى لو قدامك سفرية هتتفسح فيها، لازم تعدلها العدة. أي حاجة في الدنيا عاوزة استعداد، جواز، شغل، امتحانات، عزومات، ماتشات، ثورات. يقولك إيه، أصل الاستعدادات للحاجة الفلانية دي على قدم وساق، تقف على حيلك كده وما تهداش غير لما تدخل على الحاجة اللي هتعملها وعدتها جاهزة. كل حاجة في الدنيا ليها عدة الشغل بتاعتها، حتى لعب العيال لازم له عدة. يا ترى ايه هي عدة الشغل بتاعت شهر رمضان؟ ايه هي الاستعدادات اللي كلنا بنتأهب وبنعملها عشان ندخل على الشهر الكريم واحنا جاهزين له ومرتبين نظام حياتنا فيه؟ الحقيقة ان الاستعدادات بتاعت شهر القرآن والصوم وقيام الليل والتراويح والصلاة في جماعة بتبقى عبارة عن 5 كيلو زبدة وعشر أزاز زيت ومكسرات ومكرونات، وما تنسوش اللبن والدقيق عشان البشاميلات. وممكن نقف على قدم وساق لساعات في طابور طويل عشان البلح والكنافة واللازم. أصل ما ينفعش رمضان يمر مرور الكرام غير ما كل الحاجات دي تبقى في داخل المشهد الرمضاني. ثم ان في ناس كتير بتستعد لشهر رمضان ايه، على اساس انه اكتر شهر بيخرجوا فيه في السنه، فنبدا نشوف ايه الاماكن اللي قعدتها حلوه، والجو الرمضاني بقى بتاع السحور بره، ونفضل في الشارع لغايه اما الفجر جدا. وفي في بعض الاحياء الشوارع بتتقفل في رمضان عشان هنعمل تقسيمه ملعب الكوره ودوري رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين، ولعب للصبح. وفي ناس بتستعد استعداد المزعج ده بتاع الصواريخ اللي مزاج عندهم يفرقعوها قبل المغرب، الى جانب استعداد كل ستات مصر لمتابعه المسلسلات وحيره كل سنه بقى يا ترى هيشوفوا ال50 مسلسل زي كل سنه، ولا السنه دي هنكتفي ب25 بس. وبفضل هذه الاستعدادات السنويه بيتحول رمضان من شهر المفروض اننا نقتصد فيه الى شهر الاسراف في كل شيء، يتحول من شهر العبادات إلى شهر العادات اللي لزقت فيه بغيرة ومش راضية تسيبه أبدا. طيب بما أن العادات دي يعني من عزومات وأكل وخروج وتلفزيون والذي منه بتزاحم في العبادات وبتديها كتف قانوني كده، فترحلها أحيانا وتقللها أحيانا أخرى، فإحنا بقى لا، إحنا عاوزين ندي لكل هذه العادات اللي بتاكل في الشهر ده نديها برضو كتف قانوني في المقابل، ونعمل لها لمسة أكتاف كمان. ازاي نخرج من رمضان باكبر غنيمه حسنات، وازاي نستغل الشهر ده صح بما ان فضله مش سهل نلاقيه في اي شهر من شهور السنه، وفضله كبير جدا. احنا هنتكلم عن فضل شهر رمضان والاستعدادات بتاعته ونعمل فيه ايه. هنتكلم مع فضيله الشيخ محمود عاشور عضو مجمع البحوث الاسلاميه اللي منورنا دايما في برنامجنا عن فضل رمضان وكيفيه اغتنامه. عايز افكر حضراتكم بعمره رمضان اللي احنا كل يوم في فائز بعمره، والنهارده بعد الفاصل انا هاعلن اسم الفائز وهنكلمه ونبارك له على الهواء. فاصل قصير ونرجع.